على المولود وزغروت افرح بلدي وصوت الروح على المفقود هتسمعني في كل مكان انا اللي بيندهولي فلان لا ليا اسم ولا عنوان وفي التراب البشر مدعوم على الهامش بعيش علشان اكمل الشيء لكن في الاصل مش عايش وصدر يساع كل الكون وكله يهون وصاد حبي بحب الروح مكان ما تروح وتخطف حتة من قلبي ملكت الدنيا بالاحساس وسط الناس بعيش مملوك أهلاً يا أستاذة. أهلاً وسهلاً. إزاي حضرتك؟ تفضلي. أنا مش عارف أشكرك إزاي والله. ساكسون فين هو؟ استلموه عند الباب بره. أهلاً وسهلاً. إزيك يا محروس؟ الحمد لله. إزاي حضرتك؟ تفضلي. لا لا خلي بقى مفتوح عشان ليه؟ ما تخافش يا محروس. لا أصل الأبواب اللي هي المقفولة دلوقتي يعني أصل إحنا مش بنقول الحيطان اللي هو ده هنا بقى في المكان ده الباب اللي له عيون. تفضلي. أهلاً وسهلاً. صح ما شاء الله. كلامك صح يا محروس بس ممكن بلاش حضرتك والكلام ده. ازاي بس يا استاذه؟ الاحترام واجب والمقامات محفوظه برضه. كلنا مقام واحد يا محروس. كلنا زي بعض. انت مثلا شوف كنت ايه في حاره الدرويش وشوف دلوقتي مكانك مهم قد ايه في قصر ياكل. مجرد بس انه احتاج لك. يعز من يشاء ويذل من يشاء. الحمد لله على كل حال. انت مين؟ عايزه مني ايه؟ انا قصدي يعني ايه اللي خليكي تكلفي نفسك وتشيلي على قلب الكلب عشان محروس ابو خطوه يعني. انت اللي جيت لي يا محروس مش انا. جيت لك فين؟
في الحلم. ثلاث مرات بنام واحلم بيك وهو هو نفس الحلم. فممكن انت بقى تقول لي انت مين وعايز مني ايه؟ ثلاث ايام يا نهار اسود هطلع لك في الحلم ثلاث ايام؟ ده كابوس ده. مستغرب ليه؟ مش انا لما شفتك في الاسم قلت لي ان انت كمان حلمت بيا؟ حصل اه بس بس قبل كده يعني اولا عشان تبقى عارفه انا اساسا رايحه مني خالص من زمان يعني بشوف حاجات غريبه وحاجات غريبه بتشوف دي الحمد لله يعني وبعدين يعني انت النوبه زي القمر ما شاء الله ف اللي يشوف الوش ده وما يلزقش في خياله يبقى برضه ما بيشوفش يعني وانت ايه يا محروس؟ ما تتكلم شايف نفسك وحش للدرجه دي؟ لا مش 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 قصدك وحش هو ايه الموضوع؟ مفيش لموضوع ولا حاجه انا بس كنت عايزه اقول لك اني بفهم كويس في تفسير الاحلام لا يا شيخ ايوه وان الموضوع ملوش علاقه بالحلاوه والوحشه ده حلم مكان بتتلاقي فيه الروح الروح بالظبط بالظبط هو ده اللي حصل بيني وبينك انا محتاجه لك يا محروسه لا اقصد يعني انه احنا الاثنين في ازمه ومحتاجين لبعض وروحك هي اللي نادها لي بس صح كعبة الشريفة صح هو ده الحوار بالملي شو قلت لك؟ محروسة أنا سألت عنك كتير وعرفت إنك في أزمة وأزمة كبيرة قوي كمان ايوه ده اللي أنا فهمته من الحلم إن أنا في أزمة إنما إيه الأزمة فما فهمتش في الحقيقة ازاي مش عارف وانت عايش جواها؟ عايش جواها؟ عايش جواها فين؟ القصر يا محروس. القصر اللي انت عايش فيه ده أكبر أزمة. تيموريا كان يا محروس اللي مشغلك عنده ده أكبر سفاح جابته مصر من 50 سنة. الله يا جو حلو قوي الهتلر ده. اه هايل. خفيف ها؟ فظيع. ده بقى الـ AK-47. حلو رقم ده الكولكشن الجديد كله الله الله كده كويس ده كمان كويس قوي ده قوي اهم حاجه يبقى السهل يشيله لا الحاجات دي بتتشحن في ثانيه ما حدش بيحس بيها يا جو يا ابني انا ما بتكلمش عن نقل انا بتكلم عن الاستعمال مش عشانك انت تنقله لا على الاستعمالات صح؟ لا سهل جدا في الاستعمال اي حد ممكن يستعمل برافو 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 يا جو الميزه كاتبها انت تحلم بس وسيب لنا الباقي طب قول لي تفاصيل ايه بقى؟ هنستلم في اسطنبول اها ونسلم في بنغازي الكريدت هيظهر عندي بمجرد دخول الشحنه المياه الدوليه اللي باقي بنص ساعه بالظبط تأمينك ايه؟ حبيبي يا تامر كل حاجه محسوبه بالثانيه مع احتمالات الخطأ والمفاجآت طبعا بص بقى يا سيدي احنا هنبدأ من اسطنبول من اسطنبول تاجر سلاح مش اكتر ومش تاجر عادي كمان ده تقريبا عمدة تجار السلاح في الشرق الاوسط المفروض انه تاجر شرعي لكن الحقيقة ان الرخصة الشرعية دي مجرد شماعة مش اكتر الصفقات الحقيقية واللي عمل لها الثورة العظيمة دي كلها شمال بيشتري من بره ويورد لمناطق الحرب والارهاب في مصر وسوريا وليبيا وحتى اليمن والسودان والقصر اللي انت شايفه ده محروس ترسانة متأمنة من كل حتة مفيش مخلوق غريب بيقدر يدخله ويعرف أسرار وتفاصيل الناس اللي فيه حتى الحكومة نفسها مسقطة المكان ده من حساباتها وشايلة إيديها عنه كلهم عارفين إن قصر تيمور يكن وعيلته عبارة عن بيت أشباح اللي هيقرب منه هيتحرق محدش يقدر يخش القصر ده ويعيش ويتعامل غيرك انت يا محروس انت بس أنا حاسة بيك يا محروس وعارفة إن الصدمة تقيلة ومزعجة عليك أنت راجل طيب ومسالم وبتحب الناس كلها وعارفة إنه صعب تلاقي نفسك في حفرة نار زي دي صعبة أوي مش صعبة بس أنا همشي معاك يا سلمى أنا ما عدليش قاعد في المنطقة دي لا تمشي فين؟ وأنا كنت بكشف لك سري عشان تمشي؟
عايزاني اقعد مع عصابة زي دي؟ سيبك من العصابة يا محروس، فكر وجودك هنا بيساعد الناس قد ايه وبيحميهم. ساعدوا ويحميهم ازاي؟ اقول لك ازاي. تيمور بيدير شغله وامبراطورية ولاده من هنا، يعني وجودك جنبه ممكن يكعبلك في اسرار كتير عن حياته، وفي كده نقدر نكشفه للناس ونحمي الدنيا من دمار وشر. شر الشر، الشر ده والعياذ بالله يا استاذه يعني موضوع كبير، ما تشغليش بالك انت. انا عارفه كويس اصلا ملاحقني. اه والله ماشي في ديلي كده، حتى سبحان الله حتى الست الوحيده اللي انا حلمت بيها لا وشفت عليها على وش القمر زي المهابيل والمهاويس الست اللي حلمت بيها؟ الحلم اللي حضرتك يا استاذه ما استعنتيش انك انت حتى تعرفي ايه هو. اقولها لك بقى ايه على يعني كل واحد على قد علامه بقى. ما تقلتيش على الرز شاط منك، مع انه كان ايه؟ كان مره بيستوي ويطيب ويبقى زي اللوز، انما شغلت بقى حضرتك بالك بايه؟ بالبهرجه والبهارات والاحلام الفستقي والروح اللي راحت لك ما لقيتكش قامت تنها راجعه. لا يا محروس انت فهمت غلط، انا كنت وحياه المصحف الشريف حاولت ان انا افهم غلط. والمصحف اكيد مش قصدها، مش هتبقى. وانا شايف الموضوع ماشي رايح السكه دي حاسس بالنار. ولا يا محروس هو الوسواس الخناس اللي في دماغك انت. طيب محروس بس انا كنت عايزه اقول لك انه استاذه استكل انا مجرم، انا مجرم وشغال مع الناس دي. اكتبي حضرتك ها، انا شغال مع الناس دي في اي مصايب بقى، مخدرات سلاح اللي تحبيه. لا انت راجل كويس، انا عارفه ان انت راجل كويس. لا انت يا سعادتك ما تعرفيش اي حاجه، لا مؤاخذه انت غبيه وقلبك ظلم. الله يبارك لك يا ست، الله يبارك لك، الله يبارك لك. سعيكم مشكور، شكرا قوي. اتفضل حضرتك، انا مش عايز اشوفك تاني، مش عايز اشوفك تاني، انا مش عايز اشوفك تاني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. سمحتي؟ ايوه خير. في انت إيه؟ دلال؟ لا 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 ايوه يا باشا انا دلال، بس معلش اصلي اتخضيت. تعالي معايا. اجي معاك على فين؟ هو انا كان مقبوض عليا ولا مقبوض عليا؟ اهدي يا دلال وركزي شويه. الباشا اللي عايز يشوفك دلوقتي خلقه ضيق، خلقه ضيق، واضح؟ باشا مين يا بيه؟ تعالي ورايا. اجي وراك، مش وراك دي. خير يا باشا، كيف الله شر؟ حضرتك عايزني في حاجة؟ سيبنا انت قربي، انت خايفة ولا ايه؟ لا واخاف من ايه؟ اديني قربت اهو. هي عظيم، ما عظيم اللي ربنا سعادتك يعني. وحضرتك يعني ممكن تقول في ايه؟ عشان انا بصراحة عندي غسيل. حلو الجو ده. وبعدين بقى في الوعاء المنيلة دي يا باشا، هو في ايه حضرتك وغوشتني؟ جرايه دلال، انت بقالك ساعتين قاعده مع محروس جوه، مش قادره تقفي معايا خمس دقايق. لا محروس ايه حضرتك فهمت غلط والله، انا بس كنت ببلغه سلام اهل الحاره والناس، هو بصراحه اللي قاعد يرغي ويقولي سلمي عليهم واحد واحد. طب ما هو ده اللي انا عايزه بالظبط. اللي هو ايه سعادتك؟ بص يا دلال، انا بحب الناس الغلابه، بحب اخدمهم. اللي عنده مشكله، اللي عيانه مش لاقي مصاريف العلاج كده يعني. طيب سيادتك مش تقول كده من الصبح؟ لا حضرتك اطمن، كلهم معفنين وسافين التراب. طب امسك ده الكارت بتاعي، نقي اتنين تلاتة كده غلابة وكلميني في اي وقت وانا هظبطها. ماشي يا باشا كتر خيرك، عن اذنك. العوافية ست هانة. تطلع ايه دي كمان؟ دي بنت غلبانة ساكنة مع محروس في حتة. انتوا عايزين تجننوني مش كده؟ اختك تجوز سي محروس وتعمل معاه ليله حمراء، وحضرتك
جايب بنت حتته عشان تعاكسها هنا. في يا شوشو بس مالك؟ في ايه؟ بص بقى، لو عاجبينك الغجر دول امشي من هنا وروح اقعد في حارة الدراويش بلا قرف. مش هيحصل يا ريس، مش هسيب المكتب ده غير على جثتي وبعد اذنك، هروح لمدير التفتيش بنفسي. خلاص يا حازم، ما عادش له لازمه الهري ده كله. ما عادش له لازمه ازاي يا ريس؟ وبعدين انا مش فاهم سيادتك بتتنازل عن حقك بالسهوله دي ازاي؟ يا سيدي انا مش زعلان، وكويس انها جت منهم عشان اخلص من الهم ده كله. مش حقيقي، سعادتك جت هنا وفاتح صدرك للهم ده ومصمم انك تصلحه. والهم مش عايز يخلص، ومفيش حاجه عايزه تتصلح، اعمل انا ايه يا سي حازم؟ تكمل. حسن بيه. اهلا يا استاذه، اتفضلي. معلش انا اسفه جدا. طيب انا هسيب سيادتك خمسه كده، بعد اذنك ما تمشيش. ماشي حازم. بعد اذنك. اتفضلي يا استاذه، اتفضلي. نورتي. حسن بيه انا كنت عايزه اقول لحضرتك. عارف من غير ما تقولي. انت جايه تشمتي في الضابط اللي خد على دماغه بسبب انه لمس شعره من اهل حارتك. مش صحيح الكلام ده. أرجوك كفاية، أنا مش ناقصة وجع. وجع إيه لا سمح الله؟ وجع قلب، تأنيب ضمير. تأنيب ضمير؟ تأنيب ضمير ناحية مين بالظبط؟ أنا عايزة أقول لحضرتك إن أنا بشتغل في مكتب فؤاد يكن المحامي. الله، فؤاد يكن المحامي مرة واحدة؟ برافو. وانا اللي قلت له على موضوع محروس يوم ما اتقبض عليه وطلبت منه المساعده، لكن والله العظيم والله العظيم ما كنت اعرف ان هو هيخرجه بالطريقه دي. طب وايه المشكله في كده يا استاذه؟ واحده بتدافع عن ابن حتتها وشغاله مع محامي كبير وطلبت مساعدته، ايه اللي يوجع في حاجه زي دي؟ الوجع، الوجع ان هو اللي وقف حضرتك عن العمل ونقلك في حته تانيه. فؤاد يكن هو اللي نقلني؟ طب عرفت ازاي؟ هو قال لي بنفسه الكلام ده امبارح، وانا من ساعتها مش عارفه اعمل ايه، ما جاليش نوم طول الليل. يا ستي حتى لو فؤاد يكن هو اللي عمل كده وهو اللي نقلني، ايه بقى اللي يخليكي تتوجعي عشاني؟ انا موجوعه على نفسي، انا ما كنتش متخيله ان الحكايه كده خالص. انا كنت مبسوطه، فرحة مش سايعاني. هشتغل في أكبر مكتب محاماة فيك يا مصر، وهعوض أيام الفشل والذل وكسرة النفس اللي شفتها. أنا لحد دلوقتي ممسكتش ولا ورقة ولا حضرت جلسة. أنا مش قادرة أفهم هو شغلني معاه ليه؟ ده غير التصرفات الغريبة والسمعة المنيلة، الطريقة اللي خرج بيها محروس، علاقاته اللي استغلها عشان خاطر يأذيك. خلاص حسن بيه، خلاص ما بقتش فاهمة حاجة خالص. اهدي بس اهدي، وأحسن إنك ما كنتش فاهمة. أحسن إني مش فاهمة. يا ريت تفضلي مش فاهمة على طول، أحسن ما تفهمي وتقعدي تحسبيها بين الغلط والصح وبين الحق والباطل. حسن بيه أرجوك تفهمني. روحي يا شيرين، روحي وعيشي حياتك ونامي وارتاحي وانسي الوجع الخايب اللي انت عايشه فيه ده. عيشي حياتك وارجعي مكتبك وتمتعي بالشغل اللي ما فيهوش شغل. نامي وكملي حلمك، واوعي تفتحي عينيكي، لو فتحتي هتندمي وتقولي يا ريتني فضلت عامية طول العمر.
خدي يا بنتي، خدي يا حبيبتي، ألف هنا وشفر. فضل نهار اسود، فلوس راحت فين؟ الحقيني يا بنتي يا سماح، الحقيني يا بنتي، سرقوني وخدوا الفلوس مني. يا مالك في ايه؟ شعب يوم راح يختم. طب ما تشوفيش كده، دوري هنا ولا هاكل ولا حاجه. ما تكونش الواد شمه، انا لسه شايفه بيجري ناحيه الميدان هناك. ما مسكتوش ليه يا حب؟ مش عرفت عليك. معرفش سرقوني. معلش يا حبيبي. لا 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 معلش يا حبيبي. ده شعب يوم كله يا اخويا. شعب يوم كله ده انا طبعا الفوطه بيه. ماليش فيه. ماليش فيه يا استاذ ابراهيم. انا عايز الايجار المكسور والزياده اللي انا طلبتها. ما هو بالعقل برضه يا حاج فرج. حضرتك مزود مرتين في الثلاث اشهر اللي فاتوا دول. زياده؟ انت بتقول على دي زياده؟ ده عدم المؤاخذه شويه ملاليم. ما هي الملاليم بالنسبه لحضرتك، بالنسبه لي انا ملايين. الملاليم دي تقسم ظهري وانا ما حلتيش غير مرتبي. الخلاصه يا استاذنا، هو اسبوع ما جانيش الايجار من السكان كلها، يبقى خلص مع المشتري. وانتوا والمشتري تجيبهم بقى من المرتب، من الحوافز، من العلاوات، من الدروس الخصوصيه، من المراكز التعليميه، مش قصتي. دروس خصوصيه ومراكز تعليميه واسبوع اللي فاضل لي ملعون ابو التاريخ على التعليم على المدارس. خلاص يا ابراهيم، اسبوع تترمي في الشارع انت وعيالك. اسبوع يا ابراهيم هتبقى تاريخ، هتبقى تاريخ يا ابراهيم. اسبوع يا ابراهيم هتبقى تاريخ، اسبوع يا ابراهيم وهتبقى تاريخ للشارع. يا استاذ ابراهيم، حساب الشقه، حساب الشقه يا استاذنا. يا دي النيله، الواحد مش عارف النوته هتشيل ايه ولا ايه. انت عايز مني ايه؟ ممكن تفهمني؟ ازيك يا حبيبي؟ وحشتيني قوي يا بنتي. بنتك في شهاده الميلاد والبطاقه، انا ما اعرفكش. ليه كده؟ ليه يا بنتي؟ انت اللي ليه كده؟ انت ايه اللي وداك المدرسه؟ وايه اللي خلاك تقابل المدير بتاعي؟ انا من فرحتي بيك يا بنتي. اول ما عرفت انك لقيتي شغل في مدرسه خاصه بقى فرحت وقلت لازم اكبرك واجيب نفسي ابص عليكي. توصي على مين وتكبر مين؟ كالاولى تكبرني وانا عيله صغيره بضفاير، بدل ما تروح تربيني انا وامي واخواتي في الشارع وتروح تعمل فيها مناظر سياسي كبير. يا بنتي انا انت بتدمرني. انت عايز تعمل فيا ايه اكتر من اللي انت عملته؟ انت راجع تكمل عليا وتفضحني قدام الناس؟ طبعا تفضحني. لما تروح للمدرسه وتقابلهم بالهدوم دي تبقى بتفضحني. لما تقول لهم انا المستشار شعبان ابو جبل والد المدرسه رحاب ابو جبل تبقى بتفضحني. ولما تبقى واحده زميلتي تعرفك بالصدفه وتقول لهم ان ده شعبون لغيبوبه تبقى بتفضحني. يا بنتي انا من حقي. انت مالكش اي حق عندي. انا اللي حق عندك. كان من حق ان الاقي ابا محترم. ارجوك يا ماما، ارجوك تسيبنا في حالنا، خليها لملم اللي انت بعترته. مالكم؟ بتبصلي كده ليه؟ بنتي وانا حر معها، بنتي وتتدلع على ابوها. ايه؟ مفيش حد فيكم بيتخانق مع عياله في البيت؟ بتبصلي كده ليه؟ بنتي وبتتدلع على ابوها. مالكم؟ اهدى بس يا استاذ غيبوبه وروق كده. انا بس مش مستذف. انا المستشار شعبان ابو جبل، واللي هيقول لغيبوبه بعد كده احبسه.
نحبسه، والله العظيم نحبسه. روح يا يمه، اسند معايا يا عوض. جرى ايه يا عوض؟ انت نازله تجيبي تاكسي ولا ترجعي الزفت ده تاني؟ واحنا حيلتنا كام 50 جنيه عشان نديهم للتاكس. اركبي يا يمه. يا بنتي حرام عليكي نفسك، احنا ما صدقنا خلصنا من الكابوس ده. استغفر الله العظيم، والنبي يا ام الله ما يسيئك. اركبي خشي وما توجعيش قلبي. خليكي انت يا تيفا، هسيب انا بيها لحد القصر. خلينا انا فين؟ ما حدش هيسوق التوك توك ده غيري. اركب يلا يلا يا حنان، امك تعبانه. برضه مش عايزه تتكلمي يا بنتي؟ اتكلمي، حرام عليكي، انا قلبي هيقف. مفيش حاجه يا ماما، انا كويسه قوي. كويسه ازاي وانت داخله عليا مفطوره من العياط ودموعك زي البحر؟ فهميني ايه اللي حصل. بس حصل اللي حصل، اني عشت في الدور ونسيت نفسي. في الاخر طلعت اجهل خلق الله. ايه الكلام ده يا بنتي؟ انا دماغي على قدي، ماليش في لغوة المحامين دي، فهميني. بالعكس يا ماما، بالعكس، أنا كل اللي اتعلمته في الكلية طلع حبر على ورق، طلع جهل وتخاريف. بابا الوحيد اللي كان كلامه كله صح، ما قال لي امشي جنب الحيط كان صح. لما قال لي الناس مقامات ومن جور السعيد يا سعد كان صح. لما قال لي كلي عيش وشوفي مصلحتك كان صح، وكلنا كنا غلط. ايوه يا بنتي، بس ايه لازمته الكلام ده بس دلوقتي؟ لازمته ان الناس جعانه في الشوارع وبتموت من الفقر، وانا عايشه في دور جديده بحريته ومش عايزه بيها صوت الغلابه برشوه انتخابيه. رشوه؟ ايوه رشوه، رشوه من فؤاد يكن. هو ده السبب اللي شغلني علشانه، مش عشان كفاءتي ولا زفت. لكن انا موافقه، والله العظيم موافقه. الناس اولى بكل مليم يجي من عيله يكن حتى ولو كان حرام. معلش يا حبيبتي، معلش. ايه ده؟ ده كارت يوسف ياكن؟ شخصي جدا. بصي انا شفت له كروت كتير بس ولا واحد كان عليه الرقم البرايفت. وده وقعت عليه ازاي بقى؟ من ايد سعادته شخصيا، ده بعد اصراره على اني اكلمه في اسرع وقت ممكن. انت بقى رايحه عشان تجندي محروسه ابو خطوه، ولا رايحه تشقطي الموز ده؟ الموز ده هو اللي هيرجع تحت رجلي قريب ويطلب الرضا والسماح. طب انا شايفه ان انت كده عايشه في الاوهام والاحلام. فوق يا سلمى. انا فعلا ما كنتش فايقه وكنت بحلم، بس بعد ما ركزت شوية مع البي اكتشفت انه مريض. مريض بالعباية والملاية. عباية وملاية؟ انت قصدك بالظبط. البي بعد ما شافني عندهم في القصر بالعباية بعامل زي العيال الصغير اللي واقف على ناصية مدرسة وبيعاكس. بصي يا سلمى، انا بدأت اقلق عليكي. انت ناوية تلعبي مع الاسد ده ولا ايه؟ انا العب مع ابليس نفسه، بس ما رجعش تاني اللي كنت فيه. انا بكره الفشل. فشل ايه لا سمح الله؟ هو انت اترفدتي من شغلك ولا حاجة؟ شغل؟ وهو ده شغل؟ يا نجلاء انا محدش بيشوف اسمي غير بالمنظار. رضا والحمد لله. مش احسن مش احسن من ما ايه؟ نجلاء انا ما جيتش البلد دي علشان اقعد احط ايدي على خدي، انا جيت البلد دي عشان اشتغل وانجح، مش عشان اقعد في البيت استنى عريس واطي يعمل فيا زي اللي قبله. يا حبيبتي انا ما اقصدش، انا خايفه عليكي بس. خايفه عليا من ايه؟ من واحد واطي زي ده لا يأذيني؟ يأذيكي؟ ده ممكن يغتصبك في عز الدور ومحدش يبص له. طب والجوازه اللي قبل كده كانت ايه؟ ما هي برضه اغتصاب.
طب خلاص خلاص ربنا ياخدهم كلهم، بس يسيب لي واحد يومين وبعد كده. ايوه كده، ده انت تعبتي قلبي. بقول لك يسيبك من يوسف، قولي لي عملتي ايه مع محروس؟ اه محروس ده طلع اوطى واحد فيهم. ليه؟ البي فاكر نفسه غاندي ولا محرر العبيد؟ بيتهمني انا نجلاء بالشر والاستغلال. ايه ده محروس؟ تخيلي، ما هو ده فعلا اللي احنا بنعمله. دي الحقيقه؟ لا طبعا مش دي الحقيقه. الحقيقه ان انا مشيت ورا تخريف الشيخ مناع وصدقت محروس لما قال لي ان هو ممكن يساعدني ويمد لي ايده، بس الحقيقه ان هو برضو طلع واطي وهرد له القلم قلمين. من ده بكره في الشيخ، من ده بكره في الشيخ، من ده بكره في الشيخ. هي 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 وده ايه ده كمان؟ ان شاء الله الواد ده رجع يبيع سمين ولا ايه؟ سمين ايه يا اسطى؟ ده كان بياكلنا قطط يا عم، وفجأة كده يطلع بحتة عجل مرة واحدة. مين ده يالا؟ أخوك في الرضاعة؟ ما تهدى شوية يا عم الهزاز وخليك صامت كده، ما تعديش الرزق، بكرة تيجي تبوس إيدي. تمام. إيه ده صحيح يا واد؟ مصيبة لا تكون سرقه من حد وتجيب لنا بلوى. سارق إيه يا بامية؟ سارق إيه؟ وأنا صاحب أرنب؟ ده عجل أهو، عجل ياما أهو. إيه؟ بتاع مين ده؟ بتاعنا كلنا يا خلبان. بتاعنا؟ بتاعنا إزاي يا أستاذ؟ اسمعوني يا جماعة، اسمعوني كويس بعد اذنكم. مكتب المحاماه اللي انا بشتغل فيه ده اكبر مكتب محاماه في مصر. صاحبه فؤاد يكا لما حكيت له عن احوالنا هنا في حاره الدراويش قرر ان هو يساهم على قد ما يقدر، فتح قسم مخصوص لحل كل المشاكل القانونيه لاي حد في حاره الدراويش، والكلام ده كله بالمجان يعني من غير ولا مليم. الله اكبر، يعني ممكن ياخد الواد ابني يوديه مستشفى 57؟ طبعا يا حاجه، وممكن كمان نعالجه على حسابنا. يا صلاه النبي، الله اكبر الله اكبر. سمعتي يا بنت يا سرع اللي انا سمعته؟ سامعه يما، سامعه مش مصدقه. وانا مصدقه. بقول لك ايه يا استاذه، بالنسبه بقى للموبايلات والبطاريات والفايبريشن كله هيستفاد يا حوده، كلنا هنستفاد. ربنا يكبر بخاطرك. بقول لك ايه يا استاذه، بقول لك ايه، هو في موضوع كده عايز اكلمك فيه. يعني خير يا استاذ شعبان؟ هو انا عارف ان المحامين الشباب اللي زي حضرتك يعني خبرتهم القانونيه لسه على قدها. طبعا يا استاذ شعبان، هو بقى في محامين دلوقتي اصلا؟ ها لا، هيتعلموا كل حاجه يعني. بس بقول لك ايه، قولي لفؤاد بيه كان يعني لو محتاج خبرات في القانون والمرافعات وخصوصا المرافعات السياسيه والجنايات انا ما عنديش مانع اتعاون معايا. طبعا طبعا يا استاذ شعبان، ده شرف لينا، انا اكيد هبلغه بالموضوع ده. والعجل ده بقى يا استاذه جاي عندنا يعمل ايه؟ سياحه؟ سياحه؟ لا العجل ده ولا مؤاخذه، بلغه ولاد البلد اللي انت طبعا ما تعرفهمش، عيش وملح. وانا عايزه اقول لكم حاجه كمان يا جماعه، فؤاد بيه كان امر ان يتصرف مبلغ مالي لكل اسره في الحاره. وكمان فلوس؟ يا صلاه النبي يا صلاه النبي، شيل لحيه عدوي. بس ده بقى تسول، تسول، واحنا مش بتوع حاجه من دي خالص. لا مش تسول يا استاذ شعبان، دي اعمال خيريه والراجل بيقدمها في حتت كتيره قوي. وعلى العموم اللي حاسس ان هي اهانه ما ياخدش. ما ياخدش؟ ما ياخدش ده ايه؟ ده احنا ناخد وناخد وندعي له كمان بالصحه والستر يا رب. ادعوا له يا واد، ادعوا له يعمل بين ابوه. ادعوا له يا اولاد، ادعوا له يعمل بين ابوه. بس شعبان عنده ضوء، عم شعبان عنده حق. هو احنا بنشحت ولا ايه؟ زون كرامتك انت يا عم شعبان وانا هاخد نصيبك. جهلة وزون كرامتي يا حبيبي. جهلة عملاء يا شباب، وزون جهلة. وسع وسع يا معلم حمزة، وسع كرامتك يا معلم حمزة. تعالى يلا يلا طلب الشهادة، يلا صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. وزع فلوس في حارة الدراويش؟ كل بيت 5000 جنيه، ده غير التوكيلات اللي بيعملها للناس عشان يرفع لهم قضايا، كمبيالات بقى، عقود الإيجار وخلافه، وكل ده وما بياخدش منهم ولا جنيه، تخيلي؟ يا نهار أزرق، لا ده كده الحرب بدأت فعلا واشترى الدايرة بجيبه. لسه بدري يا سنة، المشوار لسه طويل. لا لسه بدري إيه؟ ده مسح زور بس، الله أعلم بقى إيه اللي هيحصل بعد كده. أنا أكتر حاجة حرق لي دمي البت شيرين السوسة دي. تخيلي شغالة عنده من زمان وهي اللي فتحت له باب الحارة ووزعت الغنايم.
النبي ما تفكرنيش عشان انا محروق دمي كل ده وانا فاكره محروس محبوس في قصر ياكن غصب عنه. وانا طلعت عبيطه. لا والشيخ مناع يقول لي اصل محروس بيحب من غير ما يشوف. طب والله العظيم اوريه. ايه ده ايه ده هتعملي ايه يا مجنون؟ انا بقى هوريك الجيران على اصله. ايوه سامح انا عايز اعرف مين نازل في الدايره قدام فؤاد ياكن. لا سعداوي دي تمثيليه. انا عايز اعرف مين مستخبي في الضلمه. استاذ سلمى مظبوط. اهلا اهلا يا شيخ سيد. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. اتفضل. انا اسف لو كنت اتاخرت عليكي بس كان عندي درس في المقرأة ودي الحاجه الوحيده اللي انا ما اقدرش اتاخر عنها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. لا ولا يهمك يا فندم. بسم الله ما شاء الله. ربنا انعم عليكي بجمال الخلق وحسن الخلق. اشكرك يا مولانا اشكرك. انا كنت عايزك في مصلحه. ايوه وانا مشتاق اعرف ايه نوع المصلحه دي باذن الله. باذن الله. انا كمان مش هطول عليك لاني لازم الحق قيام الليل. طبعا سيادتك عرفت اللي عمله فؤاد كان عندكم في الحرف. ومين فينا ما عرفوش بس انا ايه علاقتي بالموضوع ده؟ لا ما هو احنا لازم نتكلم بصراحه ووضوح اكتر من كده عشان نقدر نتفاهم. اتفضلي. بما ان حضرتك رئيس الحزب سابقا استخرت ربنا ورشحت الدكتور شاكر علام على انه ينزل الانتخابات والحقيقه ده كان اختيار مميز وجريء. انت عرفتي الكلام ده منين؟ المعلومه شغلتي يا شيخ سيد. وبعدين نواياكم واضحة من أول ما بعتم أخواننا لبعض. وبعدين؟ وبعدين المصلحة واحدة. فؤاد ياكن تقريباً دمر لكم كل حسابكم وموت الجريدة عندنا. ولو ابنه أخذ الحصانة هيبقى يومنا كلنا أسود. أيوة بس إحنا ما نقدرش نجريه في الأعمال القذرة اللي بيعملها مع الناس. إحنا مش زي أخواننا لبعض يا أستاذة. إحنا ولا ممولين ولا عندنا دعم. إحنا ما عندناش أي حاجة. ما عندناش غير الدعوة والشريعة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. هو في أحسن من كده يا شيخ سيد؟ وبعدين ربنا بيقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. صدق الله العظيم. بس إحنا يا أستاذة عايزين حل عملي. دلوقتي الناس ما بقتش تهتم بالدين، دول هاجروا المساجد وسابوا الشيوخ. بعد اللي حصل. مظبوط. مظبوط. لكن لو حطينا الشيخ في كفة وتاجر السلاح والبلطجي في كفة، أكيد كفة الشيخ هي اللي هتطب. وساعتها هياكلوا البلطجي وتاجر السلاح بسنانهم.